لقانا يتجدد مع الجولة الفنية وأهم الأعمال الدرامية الرمضانية، وليكم أهم العناوين. أبرز الظواهر الفنية في دراما رمضان. كواليس حصرية من أهم المسلسلات الدرامية. لقاءات خاصة مع أبطال رحيم ونسر الصعيد وفوق السحاب. مشاهدينا، تابعنا في رمضان مسلسلات كتير جدا ورصدنا في زوم اهم الظواهر الرمضانيه والعلامات المميزه، ونستعرض مع حضراتكم النهارده اهم الموضوعات اللي اتكلمنا عنها في رمضان. ومن الموضوعات اللي اتكلمنا عنها في رمضان في زوم الشخصيات الجديده اللي ظهرت بيها النجمات في رمضان، والموضوعات اللي معظمها كانت بتدور في اطار من الغموض والساسبنس. ومن الاعمال اللي اتكلمنا عنها مسلسل رسائل لمي عز الدين اللي بيدور عن رسائل غامضه بتطارد البطلة في أحلامها وبتتحقق في الواقع. لسه يا هلا. لسه إيه؟ أنا لسه راجعة من عندها حالا. مشكلة مش فيها، لا. ما أنا فاهمة، في اللي في بطنها أعز مخلوق عندك في الدنيا. أنا اتكلمت معاها خلاص وهي قالت إنها مش هتنزلك. الحكاية نصها في النور والنص التاني في الضلمة. انت مش شايفاه؟ مش فاهم. ما تتخدعيش في اللي ظاهر. واتكلمنا عن غادة عبد الرازق ودورها الجديد في مسلسل ضد مجهول، وهي الأم اللي بتنتقم من الشخص اللي قتل بنتها. ومن الظواهر اللي اتكلمها عنها في رمضان في الأعمال الرمضانية تيمة الانتقام اللي دارت حواليها أحداث أعمال كتير جدا، زي طايع للنجم عمرو يوسف واللي بينتقم لأخوه وزوجته اللي قتلهم الرئيس حربي عدو لدود في المسلسل، واللي قام بدور النجم عمرو عبد الجليل. هو وزنه كتير بس دمه خفيف وحمش حبابك، بس حماشته دي تخليه متسرع وبخيل حريص. لا بخيل قوي كمان، سيبك منه. ضاحي ضاحي ده، نسيت اقول، هلال بيقرا ويكتب ولا بتوع المدارس. ضاحي راجل جدع وصاحب صاحبه وعينه زاغه وبتاع حريم. خليك محضر خير امال، ولو اتعارك مع جبل يهده. ها هديك عرفتيهم يا عروسه. قلت ايه؟ عرفت عن كل واحد جمله، على اساس هعرف اتجوز مين؟ رئيس حربي. رحيم مش هيرحم حد، ده كان الشعار الأساسي لمسلسل رحيم بطولة النجم ياسر جلال، وكان طول الأحداث وبعد خروجه من السجن بينتقم من اللي خانوه وبيحاول يسترد ممتلكاته ويصفي حساباته مع أعدائه. رحيم اثبت يلا. انت عبود يلا. خير يا باشا؟ في ايه؟ كنت جايب رجالتك واقفل الحاره ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه حييني، رقص شويه هو ورجالته، بعد كده مسكوا طريق. فتش الواد ده. تشرب ايه يا باشا؟ ولا بدوي؟ عمرك رحيم باشا. هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عليا يا باشا. وشوف رجاله تشرب ايه؟ حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكم احلى واجب. يلا رجاله. نورت يا باشا. واتكلمنا كمان في رمضان عن المسلسلات الكوميديه وابرز ما فيها، ومنها مسلسل الوصيه للفنان اكرم حسني واحمد امين.
ونجح الفنان مصطفى خاطر في تقديم مسلسل كوميدي من أجمل المسلسلات الكوميدية وهو ربع رومي، وشارك فيه بنجاح مع مجموعة كبيرة من النجوم زي بيومي فؤاد، هالة فاخر، ومحمد سلام. ولسه مكملين حلقتنا وفيها بعد الفاصل لقاءات خاصة مع أبطال رحيم ونسر الصعيد. وإلى كواليس أهم المسلسلات الدرامية. طول رمضان وبشكل يومي كنا مع حضراتكم في أهم الكواليس الأعمال الرمضانية، ومن الأعمال المميزة اللي حضرناها أو حضرنا كواليسها ونقلناها لحضراتكم مسلسل رحيم للنجم ياسر جلال، وكان لنا لقاءات مع كل أبطال المسلسل زي ياسر جلال، نور، صبري فواز، وعدد من الوجوه الجديدة. تعالوا نشوف التفاصيل في هذا التقرير. بنت زي القمر، واد وسيم جامد جدا. اقول واد عشان انت اخويا الصغير طبعا. فنبدا بمنوته يعني. طبعا نجمه كارولين طبعا، وهي مشرفانه في المسلسل، بتعمل دور مهم جدا، بتعمل شخصيه ريم. والنجم توني بيعمل شخصيه هشام، المفروض اخويا الصغير في المسلسل. فانا سعيد جدا بشتغل معاهم. فنبتدي برضو نسال كارولين كده عن دورها. اهلا اهلا اهلا. والنجمه طبعا منى فاروق طبعا معانا، بتعمل دور بسمه في المسلسل. فانا سعيد ان انا يعني بتشرف ان انا في وسط النجوم الجامدين دول، الممثلين الجامدين يعني. كانت عناصر العمل الفني في ظل الرئيس مكتمله، هم بيعملوا عمل بيكفلوا له عناصر نجاح، فانت تتحط في الاطار السليم عشان مجهودك يبان. ده اللي بيحصل معايا، وحصل قبل كده مع النجم طارق لطفي، وحصل مع مجموعه الشباب دول، لان دول برده كانوا في الاب الروحي وعملوا بصموا وتقدموا بشكل جيد جدا. فالفنان دايما محتاج الاطار، محتاج حد يرعاه. فالراعي هنا ايه؟ هي شركه الانتاج اللي بتقدمك في وسط بوكي او في وسط برواز جميل. فده اللي بيحصل بقى في تجربه رحيم، ان هو مسلسل مختلف تماما عن ظل الرئيس. في ادوار يعني الثلاثه الشباب اللي واقفين دول ادوارهم كبيره وممثلين جامدين يعني، هم ابطال. فدي المباراه اللي تطلع مسلسل حلو اللي كلنا بنستفيد، لان احنا كلنا بطوله جماعيه، مفيش حد يقول انا جدع يعني لوحده وبطل لوحده. انا فرحان ان انا بشتغل معاها يعني، اول ما تعرفنا على بعض كده بقينا اصدقاء يعني. هي شخصيه دمها خفيف قوي. قلت لها ادوارك دايما بتطلعي جامده. قالت لي طب ما انت ادوارك برضو بتطلع كده. فيعني هي شخصيه لطيفه، انا سعيد طبعا. مش بس طبعا نور، لا، محمد رياض اخويا وصبري فواز طبعا، انه شركه زي فنون مصر هي المنتجه. طبعا ياسر جلال اللي كان عامل الرئيس السنه اللي فاتت ونجح جدا. كرو العمل كله والممثلين كلهم، ما فيش اي ممثل يعني. بجد مبسوطه جدا انا موجوده معاهم واشرف ان انا اشتغل معاهم. في خط طبعا رومانسي، في خط مش رومانسي خالص، في يعني هو اللي عاجبني في دور داليا انه مش دور نمطي، في حاجات كتير بتحصل كده في النص. هي اخصائيه اجتماعيه ودكتوره نفسيه ومعيده في جامعه وبتعمل برامج ليها، برنامج في التلفزيون يعني. ده اساس الشخصيه. وطبعا من هناك في تشعبات كتير. يا رب يعني بجد يكتب له النجاح ويوفقه. مجتهد جدا ومش واخد اي حاجه كده بسهوله، وبيشتغل على نفسه ومقدر جدا الوضع اللي هو فيه، ودمه خفيف جدا ومريح للزملاء اللي معاه. فبصراحه يعني انا مبسوطه جدا ان انا موجوده معاهم. مش قلقانه نهائي، مش اول مخرج اتعامل معاه، فاول مره بتبقى تجربه لي. انا بالعكس زي ما انا في يوم من الايام كنت اول مره، في ناس طبعا هتبقى اول مره اخراج او تمثيل او اي حاجه. محمد مخرج مجتهد وشاطر وبيحب شغله وعنده ضمير وفنان، ويا رب يعني حقق نجاح اكتر ما يتخيل يا رب. انا ما اقدرش اتفرج على كل حاجه طبعا، انا في الاخر وسط مش عارفه كام مسلسل، هم 2-3 ممكن اشوفهم، فما اقدرش احكم على كل الاعمال اللي بتنزل. فصعب اقول لك مسلسل ده بس، لانه انا في حاجات كتير مش شايفاها. بس طبعا في اعمال كتير حلوه، وكل الناس تجتهد على فكره، وكل الناس بتبقى عايزه تعمل احسن ما عندها. وفي الاخر هو الجمهور، هي الناس اللي بتختار ايه القصه اللي ملت لها اكتر او حبتها اكتر. مفيش اظن اي حد بيبقى نازل رمضان او غير رمضان غير ما بيبقى بيحاول يدي احسن ما عنده. فمش بس احنا بنجتهد في العمل ده، اكيد كل الزملاء بيجتهدوا. وفي الاخر هم الناس هم اللي بيقرروا. ممكن انا ابقى اجتهدت جدا بس يفضلوا حاجه تانية، هي اذواق. والمهم احنا نعمل اللي علينا. انتاج طبعا شركه فنون، استاذ ريمو مقار، استاذ محمد محمود عبد العزيز. وطبعا يعني كوكبه كبيره من الفنانين بصراحه.
طبعا ياسر جلال نجم الجميل المحبوب صديقي، ومبسوط قوي ان احنا شغالين مع بعض السنه دي انا وهو. ياسر ناس الممثلين الرائعين جدا، يعني احب اشتغل معاه كتير، يعني احنا اشتغلنا قبل كده كتير واحب اشتغل معاه كتير جدا يعني. يا رب ان شاء الله يعني يبقى عمل رائع. طبعا في ممثلين عم حسن حسني، طبعا استاذ حسن حسني ونور وإيهاب فهمي ودينا ودنيا يعني الحمد لله. انا خايف وصبر فواز، انا خايف وطارق عبد العزيز، طارق عبد العزيز كمان عامل شغل حلو قوي. اتمنى يا رب ان شاء الله يعني مسلسل اجتماعي ان شاء الله يبقى مختلف، ان شاء الله ابقى كمان انا مختلف في هذا العمل يا رب باذن الله. يعني ربنا يكرمنا يا رب ونقدم حاجه كويسه. عايزين عارفين هم عايزين ايه بالظبط، عندهم ثقه بنفسهم، عندهم رؤيه. فلا خالص بالعكس، انا سعيد جدا وحاسس ان انا اشتغلت معاه قبل كده كتير. يعني ياسر عشان انا هقعد اتكلم من على ياسر من هنا لغايه الصبح، لانه انا شهادتي مجروحه بصراحه في ياسر. يعني عشت عمري ياسر جلال واحنا اشتغلنا سوا كتير واحنا اصدقاء جدا بره شغلي كمان. ياسر رائع كل المقاييس، علاقته بكل زمايله علاقه جميله قوي وطيبه. ياسر بيحب كل الناس اللي حواليه من والله من هو زمان، يعني الحكايه دي مش دلوقتي، لكن هو من طول عمر ياسر كده، الناس كلها بتحبه. ياسر دمه خفيف بقى، اللي الناس يعني مش كتير ممكن يكونوا عارفين الحكايه دي. ياسر دمه خفيف جدا يعني بيقعد يضحك كتير لغايه اقول له يلا يا بلاش ياسر بقى، كفايه ياسر عشان عايزين نكمل وكده. ياسر من الناس اللي يعني اتمنى له يا رب كل خير ويستاهل كل خير، ويا رب ان شاء الله مسلسله ده ان شاء الله رحيم باذن الله يبقى يعني ان شاء الله يبقى افضل كمان من ظل الرئيس. كاست حلو، فدور كويس حلو يعني. فجيت انا فكره انه مخرج لاول مره مؤلف لاول مره ده ما بفرقش معايا، انا بثق في الجيل الجديد تماما اكثر من ثقتي في الجيل القديم على فكره. وطول الوقت عندي السعاده اشتغل مع ناس جديده وما عنديش اي مشكله في ده، واتشرف ان اعمل كده. خلصنا تصوير فيلم سوق الجمعه وان شاء الله ينزل للجمهور، وبنصور دلوقتي فيلم اسمه علي بابا. ومن نسر السعيد كلينا كمان كواليس خاصه جدا، وقابلنا فيها عدد من نجوم العمل. يلا نشوف قابلنا مين. طبعا انا مبسوطه قوي بالردود الافعال يعني على السوشيال ميديا وفي الشارع وفي كل حته، الناس مبسوطه قوي بالمسلسل. محمد رمضان عنده جمهور كبير قوي 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 قوي، وانا مبسوطه ان انا بشارك معاهم يعني العمل ده. انا متعوده يعني بمثل بكذا لهجة، أنا مثلا المصري مش لهجتي، يعني اللهجة المصرية مش لهجتي. أنا مثلت بالعربية الفصحى، بالإنجليش، بالفرنش، فأنا متعودة أن أنا أتأقلم مع اللهجات واللغات مش بتاعتي يعني. فطبعا الصعيدي أنا بحبه قوي وبحب أسمعه من زمان، بحب أتفرج على المسلسلات والأفلام الصعيدية. أنا حابة اللهجة أو اللكنة يعني، بحب أسمعها، فتعلمتها بسرعة وحاسه انها يعني بتساعدني حتى في الاداء يعني. بما اني يعني انا مضيت بدري قوي، يعني انا تاني ممثله امضي بعد محمد رمضان نسر السعيد، فانا لحقت اذاكر كتير يعني. مثلا قبل التصوير بثلاث اشهر قعدت مع استاذ عبد النبي وعملنا جلسات مكثفه يعني عشان اتعلم الصعيدي، فده ساعدني قوي الصراحه. انا عندي مسلسل تاني بيتذاع في رمضان اسمه السهام المارقه، بيتذاع على ابو ظبي تي في، مسلسل جميل وحلو قوي قوي، وانا يعني بقول كل الناس اتفرجوا عليه عشان مسلسل حلو قوي ومختلف على اللي انا بعمله. يعني بعمل دور تونسيه، ويعني ممثلين هتلاقي يعني ممثلين كلهم عرب، من سوريا، من لبنان، من العراق، من السعوديه، من تونس. انا بحبه جدا وبرتاح في الشغل معاه جدا، لان هو بيحب شغل قوي قوي، وعنده طبعا يعني محبين في الوطن العربي بشكل غير عادي يعني. فأي حد بيبقى معاه بجد
يعني بيضاف لي إليه مهما كان عنده تاريخ أو أي حاجة فبيضاف. فالمسلسل نسر سعيد موضوع حلو قوي وأنا طالعة مرات عمه وطبعا أنتوا بتتفرجوا يعني و يعني المسلسل هتشوفوا فيه حاجات جميلة وإنسانية وتدل على صعيد مصر الأصيل. يعني المسلسل ده بيتكلم عن الصعيد وأهل الصعيد الحقيقيين اللي هم يعني تلاقي رؤسة صعيدة تلاقي الأعمال العظيمة اللي بتبقى بره بتلاقي أصلهم صعيدة. يعني بصراحة الصعيدة يعني والصعيد صعيد مصر ده يعني هم حمايتنا ورجالتنا الحقيقيين بجد يعني. وطبعا النخبة من الصعيد ومن مصر كلها مش عايزة بقى المثقفة يعني هتاخد المسلسل ومش قادر أحكي أكتر من كده. والأغاني بتاعت المسلسل حاجات جميلة جدا. هو في شوية نزلوا بس في شوية جايين كمان كلمات حلوة جدا جدا بتدل على أصالة الصعايدة وأصالة المصريين بصفة عامة جدا. وأنا دوري يعني الحاج صالح والحاج فخر دول أخوات اللي هو أبو رمضان وجوزي وماتوا يعني في الأول. فبوريك الست السعدية إنما بتربي لوحدها وعندي ابني طبعا منصور وبتربي بقى البنات والولد ده بتعتبره راجلها وبتعتبر برضو رمضان اللي هو ابن ولاد عم يعني ان هو برضو ايد واحدة والأسرة السعيدية قد ايه واحدة.